مساء الخير. طبعا عجلت او راح الحرب الروسية الأوكرانية دارت وتتسارع وتيرتها بشكل كبير جدا جدا جدا، وظهرت الأخبار وتداعياتها على الساحة الإقليمية والدولية ويمكن العالم كله حتى الآن بيسدد فواتير الحرب الروسية الأوكرانية، واللي طبعا بنجد بعض الدول اللي بتنفخ في جير هذه الحرب واللي بتعلي وتيرتها واللي بتسعى إلى إطالة أمدها من أجل استنفاذ الاقتصاد الروسي والجيش الروسي عشان خاطر تفضل الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها هم المهيمنين والمسيطرين على القرار ويكونوا بمثابة القوة الأقوى في العالم. الحرب الروسية الأوكرانية ومن خلفها هي ليست حرب بين دولتين، ولكن بين قطبين أو بين حلفين أو بين اتجاهين، قل ما شئت. العالم يسير في طريق استقطاب قوي جدا 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 جدا، وتداعياته يمكن يكون زي ما قلنا العالم كله بيدفع فواتيرها، خاصة الاقتصادية وخاصة منطقة افريقيا والشرق الاوسط، وشايفين فواتير اسعار الغذاء العالمية اللي بتتضخم بشكل بشع جدا 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 وبشكل غير مسبوق، والعالم كله بيدفع فاتورتها في الاقتصاد، ويمكن سمعين اكتر من تحذير من منظمة الغذاء العالمي ومن كل دول العالم بانهن بعالم مقبل على ازمة غذاء غير مسبوقة، خاصة في دول افريقيا اللي بتتعرض الى مجاعات، وتحذر التقارير انها هتكون في الفترة القادمة. تطورات الحرب مؤثرة في كل شبر في العالم، ولكن لو وصلنا ميدانيا إلى رحى الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا أو على الأراضي الأوكرانية، هنجد تصعيد خطير جدا 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 جدا. يمكن صدمنا جميعا، ويمكن يكون ما كانش متوقع أن يعلن التلفزيون الروسي الرسمي بأن الحرب العالمية الثالثة بدأت فعليا، وأن روسيا مستعدة لذلك وأنها تخوض حرب وتعتبرها حرب عالمية ثالثة. روسيا لما بتقول كده هي عارفة هي بتقول إيه، بتقول إن هي مش بتحارب أوكرانيا، وإنما بتحارب من هم خلف أوكرانيا ومن يستغلون أوكرانيا ومن يحاربون روسيا على الأراضي الأوكرانية، ومعتبرين الأرض الأوكرانية هي ساحة الحرب وساحة القتال بين المعسكر أمريكا والناتو من خلفه. وروسيا اللي مش ظاهر لها يعني مناصرين إلا يعني إذا كان مناصرين أصحاب المصالح. التصعيد الروسي وكلام روسيا بشكل مباشر على أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت فعليا، وإعلان ذلك من خلال التلفزيون الرسمي ما كانش إعلان من فراغ، لكن طبعا كان جاي بعد ما الضربة القاصمة للأسطول الروسي وللجيش الروسي اللي هو السفينة الروسية اللي تم ضربها وتم يعني شلها أو إغراقها بشكل كان مزعج وبشكل كان مؤسف للجيش الروسي، ويمكن يكون نال من هيبة الجيش الروسي العريق صاحب التاريخ الطويل. موسكفا الطراد أو السفينة الروسية الحربية من أهم السفن العتيقة والقوية في روسيا، واللي لها تاريخ طويل جدا 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 جدا، ويمكن يكون روسيا تعتبر من أهم المقاتلات عندها أو السفن الحربية عندها، فكانت ضربها من أوكرانيا وتباهي أوكرانيا بهذه الخطوة كانت ضربة قاسمة. روسيا لم تعترف بأنها، روسيا بتتكلم على أنها خلل أو أيا كان أو عواصف أو أيا كان اللي حصل فغرقت، ولكن أوكرانيا تتباهى واعتبرت أن ده يوم عيد أو يوم سيخلده التاريخ، وهو إسقاط هذه السفينة الحربية العملاقة. ويمكن حتى يعني روسيا بتعتبر ده إهانة ليها وإهانة
للبحرية الروسية، وإنها تكون سبب رئيسي في إن روسيا تكون تستخدم يدها الغليظة أكثر. يعني يمكن يكون بيعتبر إن روسيا الفترة اللي فاتت كانت بتضرب ضربات بسيطة، فيمكن زي ما احنا هنشوف إزاي اتضرب ضربة السفينة الحربية زي ما هنشوف حالا. ضربت السفينة الحربية موسكفا، وكانت ضربة قاتلة لروسيا، وده خلى روسيا يمكن تكون شافت ان ده نال من كرامتها وهيبتها بشكل كبير جدا. فيمكن تلفزيونها الرسمي خرج ليعلن ان الحرب العالمية الثالثة بدأت فعليا، لان امريكا او روسيا شايفة انه مش اللي ضربها الجيش الاوكراني، لان هي تكاد تكون شلت الجيش الاوكراني او الطيران الاوكراني او خلافه، ولكن كل ده من السلاح والدعم اللي بتقدمه امريكا وحلف الناتو ودول حلف الناتو الى اوكرانيا عسكريا، بتديها سلاح، بتديها اسلحه متطوره. هذه الاسلحه المتطوره والمعلومات الاستخباراتيه القويه ووجود المرتزقه ورجال الجيش او الخبراء الامريكان وغيرهم في على الاراضي الاوكرانيه هم اللي بيخططوا، هم اللي بيديروا وبيحاربوا روسيا ولكن على ارض اخرى. وبالتالي ده خلى روسيا تبعت بخطاب من ورقتين الى الولايات المتحده الامريكيه، وهو تحديد صريح جدا جدا جدا، لما اعتبرت انه تزويد امريكا لاوكرانيا بالاسلحه المتطوره شيء خطير جدا جدا جدا، وان روسيا لن تصمت على ذلك، وان سيكون لها رد فعل قوي جدا جدا جدا. وده اللي قالته روسيا وكشفته وسائل الاعلام الامريكيه، وده اللي بيخلي وتيره الصراع بتتزايد بشكل كبير جدا جدا جدا، وبتخلي امد الحرب بيطيل امد الحرب. وده اللي عايزه بايدن، انه يستهلك روسيا الى ابعد نقطه ممكنه، وفي نفس الوقت ده بيحيد حلفاء روسيا وهي الصين وكوريا الشماليه وبعض الدول الاسيويه، اللي بالتاكيد واخدين مش قادرين يؤيدوا روسيا بشكل مباشر، وان كانوا اقتصاديا بشكل غير مباشر من خلال النفط الروسي والتجاره البينيه مع روسيا. طبعا روسيا خدت صدمه هذه السفينه الحربيه، ولكن بدات تتدارك نفسها وجابت سفينه الانزال الضخمه اللي هي مشروع 11711 التابعه للاسطول الشمالي، وودتها في مكان هذه السفينه، وهتكون اقوى في الفتره الجايه الضربات الروسيه على اوكرانيا. ويمكن ماروبيل اكتر منطقه بدات تدفع الفاتوره سريعا سريعا سريعا، وبدات الضرب فيها بلا هواده. ويمكن حتى يكون الاعلان الجيش الروسي بيتكلم على انه اقترب او اوشك من اباده كافه الجنود او كافه المسلحين اللي موجود في ماريبول، ودي نقطه فارقه. وشايفين زيلينسكي هو كل شويه بيطلع للعالم ويقول ماريبول ان هذه المنطقه اباده الناس اللي فيها او الجنود اللي فيها ستكون نقطه فارقه في المفاوضات، وان المفاوضات ممكن تتوقف عند هذه اللحظه. ولكن العصا الغليظه الروسيه بتضرب بكل قوتها في ماريبول عشان تستعيد هيبتها قدام العالم اللي شايف ناله منه في خلال السفينه. ويمكن يكون شفنا مشاهد من استسلام المجموعات الكبيره من القوات الاوكرانيه في ماريبول زي ما هنشوف دلوقتي كده. Донбасс. Специальная военная операция. Главная тема недели – военнопленные. В ДНР их скопилось 3000. Первые 10 сдались в конце февраля. В начале апреля с поднятыми руками в Мариуполе вышел уже целый батальон. Посоветовавшись со своими офицерами, такое решение принял комбат морской пехоты Украины Николай Бирюков. في ماريوبول، وده مش الاستسلام الوحيد، مش دول بعدهم، في استسلامات اخرى. هنلاقي في استسلامات من مشاة البحريه الاوكرانيه اللي استسلموا كذلك في ماريوبول زي ما بنشوف دلوقتي.
الإسلام لم يتوقف عند حد الجنود الأوكرانيين، ولكن حتى الجنود اللي ماشيين وأظهرت الفيديوهات إن هم يعني بيحاولوا يهربوا من النيران الروسية بتصطادهم بأسلحة دقيقة جدا جدا جدا. الضربات الروسية في أوكرانيا لا تتوقف عند ذلك، فاحنا شايفينها إن حتى الجيش الروسي بيصطاد عناصر أو المرتزقة اللي بتبعث بهم أوروبا واللي بتبعث بهم بريطانيا وحلف الناتو إلى الحرب بالوكالة في هذه في أوكرانيا، وبتدفع لهم رواتب قد تصل إلى 10,000 دولار في الشهر في مقابل إن هم يحاربوا الجيش الروسي من خلال حرب الشوارع وبأعلى الأسلحة اللي بتدعي لهم أمريكا وحلف الناتو. وشفنا حتى مشاهد مذلة لبعض اللي تم استسلامهم أو اللي تم القبض عليهم من المرتزقة البريطانيين واللي قالوا كلام يمكن يدين هذه الدول زي ما هنشوف دلوقتي. I'm Sean Pinner. I'm a citizen of the UK. I was captured in Mariupol. I'm part of 36th Brigade, 1st Battalion, Ukrainian Marine Dushia. I was fighting in Mariupol for 5-6 weeks, and now I'm in Donetsk. طبعا شفنا المرتزق البريطاني اللي اتكلم على وجوده وحربه ضد روسيا في اوكرانيا وانه دول بياخد رواتب مقابل ذلك. احنا شفنا طبعا انه روسيا اعلنت كذلك ان هي سيطرت بشكل كامل على ماريبول، وهي منطقه استراتيجيه جدا 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 مهمه لروسيا ومهمه لاوكرانيا، وبالتالي السيطره عليها هو نقطه فارقه في الحرب الروسيه الاوكرانيه، ويمكن يكون بيرفع من المعنويات لدى الجيش الروسي في مقابل الضربات اللي تلقاها الجيش الروسي. واحنا شايفين كل شويه أرقام شمال وأرقام يمين حوالين أعداد القتلى من هنا ومن هناك، ولكن إحنا تعودنا أو عارفين إنه في إطار الحروب دايما بتبقى لغة الأرقام غير دقيقة لدى الطرفين، كلاهما بيحاول إصابة الطرف الآخر من خلال الحرب النفسية ومن خلال تصدير الأزمات ومن خلال زيادة عدد القتلى والجرحى عشان يوصل إلى مرحلة الهزيمة النفسية لدى الجيش الآخر، وهي استراتيجيات بتستخدم في حروب الجيل الرابع والخامس وبعدها، بحيث تكون في هزيمة نفسية لهذه الجيوش ويحبطها ويؤثر على الداخل الروسي ويضربه في مقتل. ودي استراتيجية ليست أوكرانيا فقط ولكن بإعاز وبتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في حلف الناتو. شفنا كيف قام الجنود الروسيون بإنزال العلم الأوكراني من أعلى مباني الشرطة في ماريوبول، ودي زي ما هنشوفه دلوقتي كده. زات из батальона Сомали легендарного донбасского с зеточкой на шлеме трофейном принадлежал. الحرب الإعلامية زي ما انتم شفتوا كلها رسائل بتوجه إلى الدولتين والشعوب الدولتين والجيوش في الدولتين، كل واحد بيسيطر بيصور وبيوثق ذلك في الفيديوهات ويبدأ يبصوا على وسائل الإعلام التابعة له. الحرب لا تتوقف في هذا الاتجاه، احنا شايفين في تصعيد من كل الأطراف، وشايفين الداخل الأمريكي يعني شعبية الرئيس الأمريكي بايدن نزلة جامدة جدا 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 في ظل ضغط من الرئيس الأمريكي السابق ترامب اللي بيضغط على هذه المنطقة وبيوري للشعب الأمريكي بيقولهم دي نتاج اختياركم لبايدن ودي مدرسة الديمقراطيين، ان هم دائما ينفخوا في الحروب وان هم بيصنعوا الحروب واللي بيدفع ضريبتها دائما الشعب الأمريكي وخلافه، هو بيضغط في ذلك وهدفه الرئيسي إقصاء الديمقراطيين في معركة الانتخابات القادمة، يعني على أمل أنه يكون هو البديل، وبيصعد في ذلك وبيهاجم بايدن دائما ويصفه دائما بالنائب النائم أو الرئيس النائم. وطبعا ده شايفينه، احنا شايفينه حتى في الداخل الامريكي في وسائل الاعلام سخريه كبيره جدا 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 من الرئيس الامريكي بسبب انه هو راجل يعني شايفينه راجل بيهزي او شايفينه راجل يعني عنده مشاكل نفسيه او السن او زهايمر. شفنا الراجل حتى من يومين وهو الراجل خلص مؤتمر صحفي وطالع بيسلم على الهواء بشكل مخزي جدا 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 ليه
للسياسة الأمريكية، والداخل الأمريكي بيستهزئ بالسالك بقوة كبيرة جدا. حتى الإعلام السعودي الشقيق كان عمل حاجات كده لتريقة على هذه المواقف، ويمكن ده لفت نظر الإعلام الأمريكي بشكل كبير جدا 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 جدا. ولأول مرة بنشوف الداخل السعودي أو الدولة السعودية الحليفة انها تبدا تستهزئ برئيس الولايات المتحده الامريكيه، وده تحول نوعي في العلاقات. ويمكن حتى ردت السعوديه بتتكلم على انه طول عمرنا بنسمع ونشوف سخريه الاعلام الامريكي من في حاجات كتير جدا في الدول العربيه وفي السعوديه، كان من حقنا ان احنا نسخر، وهي السخريه احيانا بيبقى لها مغازي ولها اهداف سياسيه. طبعا احنا شايفين الحرب امدها مستمر بشكل كبير جدا، شايفين حتى الاعلام الروسي وتوابعه بيتكلموا على ان الولايات المتحده الامريكيه يعني دائما هي دوله تصعد في الحروب، وان هي من تخلق الحروب، في الوقت اللي بتحاول تلصق في روسيا تهمه انها دوله بتبيد شعبه، وانها دوله بتسعى الى يعني ان هي تعمل اضطرابات حول العالم، وان هذا بيحركوا ضدها جرائم حرب. فالاعلام الروسي في المقابل بيتكلم على ان الديمقراطيين والولايات المتحده الامريكيه هم ساده الحروب، حتى انهم نشروا صوره بتجمع يعني قاده امريكا الديمقراطيين، اللي هم شافت انه مكتب التعليق تحتها ان هم هذه الصوره تجمع 10 حروب ب6 مليون قتيل، ولكن للاسف بدون اي عقوبات. زي ما احنا شايفين الصوره حاجه بتقول او بتتكلم على ان هناك ازدواج في المعايير، وان اللي بيتشدقوا بالديمقراطيه وبحقوق الانسان هم قتله البشر ومصاصي الدماء، وشايفين ده له تأثيره وتداعياته الكبير. الاقتصاد هنلاقي روسيا بتأن كبيرة جدا، ورغم ذلك هنعرف عن الجيش الروسي رغم ان هو اولا جيش قوي، ولكن دائما طول ما عجلة الحرب دارت بالتالي استنزاف الثروات سيكون مستمر الى ابعد مدى. وبالتالي إذا شفنا حتى في أول شهر في الحرب أنفقت روسيا أكثر من 5 مليار دولار على الحرب، وما زالت الحرب مستمرة، وده شلل اقتصادي كبير جدا، بجانب يمكن تكون تأثرت إلى حد ما. هنشوف البترول شايفة إن هو زاد عندها المداخيل الخاصة الاقتصادية بيه، ولكن كل ذلك استهلاك ومدمر. اسطولها البحري يعني عانى، خسائرها البشريه كبيره جدا، خسائرها التسليحيه كبيره جدا جدا جدا، انسحاب من الشركات الاوروبيه من على اراضيها، واغلاق كذلك لاراضيها، تجميد لاصول خاصه برجال الاعمال الروس ويعني يخوت ومصانع وغيرها وانديه كره قدم، كل دي تاثر بالاقتصاد الروسي بشكل كبير جدا. لكن روسيا شعب عنيد الى حد كبير، يعني هو مستعد، الجيش الروسي او الشعب الروسي مستعد انه يكتفي بانه ياكل يعني بالقمح فقط اللي هو متميز فيه واللي عنده وفره فيه، مستعد انه ياكل القمح فقط في مقابل اطاله امد الحرب دون ان يخسر. وانه شايف ان ده لكبرياء روسيا الاتحاديه، وانه شايف ان دي الغرب او الناتو وخلفهم عايزين يبيدوا روسيا، وبالتالي هي معركه وجود بالنسبه لروسيا، وفي سبيل ذلك مستعدين ان هم يعلنوا حاله التقشف ويكتفوا بمواردهم او انتاجهم في ظل الحصار والحرب الاقتصاديه من خلفهم. فاحنا شايفين انه يعني الحرب بالشكل ده أثرها كبيرة جدا على روسيا وعلى أوكرانيا، والكل بيدفع فاتورتها، ولكن يعني خلاص هي دارت، انطلقت الشرارة ولن تتراجع بسهولة، وشايفين إحنا الدنيا رايحة على فين. كان هناك مسؤول روسي طلع بتصريح غريب جدا 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 جدا، بيتكلم على إنه يعني على إن الغرق اللي حدث للطراد، الغرق اللي حصل للطراد ده ما كانش يعني بعمل اوكراني بحت، وانه مش اوكرانيا اللي تعمل ده بشكل كبير جدا. قال لك انه السبب في غرق الطراد موسكوفا هي اقمار ستارلينك التابعه
لإيلون ماسك اللي كان عاوز يشتري حصة في تويتر واللي عليه جدل واللي كان الوليد بن طلال رفض ده وأعلن ده في وسائل الإعلام. فده بيتكلم على إيلون ماسك اللي هو السبب في غرق الطراد موسكوفا، أهم طراد روسي وطراد تاريخي وله خصوصية، وأنه كان فاعلا بشكل كبير جدا في الأسطول البحري الروسي. فبيتكلم على الأقمار ستيرلينج التابعة لإيلون ماسك، ودي أقمار صناعية مرتبطة بالإنترنت، إن هي كانت سبب رئيسي في ضرب هذا الطراد، وبالتالي يقف وراء ذلك أمريكا وليس أوكرانيا، في ظل إنه في تدخلات وفي لعب في هذه المنطقة. حدث بهذا الشكل بتعتبر روسيا اعتداء على قوتها وهيبتها ومكانتها، وإنه يعني أمريكا هذا الطراد اللي كان بيحمل طائرات وصواريخ ورؤوس نووية لردع أمريكا تم استهدافه في لحظة. اللي بيؤكد أن أمريكا وحلف الناتو طالع في ضرب هذا الطراد وأنه السبب الرئيسي في ضرب هذا الطراد هي التصريحات اللي منسوبة إلى مسؤولين أمريكيين. فلو شفنا أن حتى أمريكا بتتكلم على أن هناك غواصات روسية بتعمل بالطاقة النووية في المحيط الأطلسي وقريبة بشكل خطير جدا جدا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا شايفة ده وشايفة ده تهديد، وبالتالي هي متداخلة بشكل كبير جدا في الحرب. الواشنطن بوست هي الجريدة اللي كشفت التحذير الروسي لأمريكا المكتوب بأنه الولايات المتحدة حذرتها من أن عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تسليح أوكرانيا بأسلحة دقيقة. كمان كانت روسيا حذرت أن أمريكا برد حاسم وقوي جدا جدا جدا، ولكن أمريكا طبعا بتصر وبتعايد وإن هي مستمرة في تزويد أوكرانيا بالسلاح، في إنها شايفة إن ده دفاع عن الأمن القومي الأمريكي والأوروبي، وشايفة إن هي اللي بتعمله ده يعني شيء أساسي عندها. القائد السابق للأسطول الروسي الأسطول البلطيق الروسي فلاديمير فالويف بيتكلم على إنه قوات الأسطول بتراقب تحركات سفن حلف شمال الأطلسي الناتو خلال التدريبات اللي بتجري في المنطقة، منطقة أصبحت على صفيح ساخن، وفي لحظة ما بين لحظة وأخرى قد تندلع حرب عالمية بمعناها التقليدي، أن تتشابك كل أو الطرفين يتشابكوا في المنطقة، وإن كان هو على بالفعل هي الحرب العالمية الثالثة بدأت من فترة بالحرب الاقتصادية، والآن بدأت بشكل مباشر في أوكرانيا وظاهر القوتين في أوكرانيا، ولكن على أرض دولة أخرى. ولكن لو حصل اشتباك سنصل إلى مرحلة السلاح النووي، السلاح النووي البشع. أمريكا روسيا كانت في بداية الحرب بتطلع بأسلحتها يعني واحدة واحدة، الأسلحة المتوسطة. دلوقتي بعد ما بدأت نالت أوكرانيا من هيبة الروس، بدأت روسيا تفرج عن أقوى وأكثر الأسلحة خطورة وأكثر الأسلحة قوة في وتطلعها في الحرب عشان خاطر تقدر تكسب بها الحرب، زي مثلا قاذفة التبخر، حاجة ضخمة جدا وعملاقة جدا 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 جدا، جانب الرؤوس النووية التي بدأت تنشرها روسيا على حدودها، خاصة التي تلتقي فيها أو التي تجد فيها تهديدات من حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. هنا نجد أن أوكرانيا بشكل كبير جدا بتدمر بتدمر بتدمر، وروسيا لن تبقي في أوكرانيا أي شيء قائم طالما أنها أوكرانيا في المعسكر الأوروبي، المعسكر الناتو، في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية. ودائما دائما تندلع الحروب بين الكبار، ولكن الفقراء أو دول العالم النامي هي من تسدد الفاتورة، هم الحطب لهذه الحروب وهذه النيران، وسيسددون الفاتورة لسنوات طوال بالمشاكل الاقتصادية وأزمة الغذاء القادمة وارتفاع الأسعار. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تحمي اقتصادها فبترفع أسعار الفايدة عندها، فبيبدأ كل ده يسمح في كل الدول الأخرى، خاصة التي تعتمد على الدولار والعالم كله يعتمد على الدولار. الأزمة مستمرة ولم تنتهي، ويبدو أنها لن تنتهي قريبا إن شاء الله. نتمنى أن العالم العربي يمر من هذه الأزمة بسلام. أشكركم شكرا جزيلا.